لو الحكاية فيها إن فيدي المشاكل بتواجهنا دلوقتي طبعاً. أول حاجة بتواجهنا غلو الخامات إن هو زاد حوالي 90%. حاجة تانية إن أغلبية الحرفيين بعدوا عن المهنة لعدم وجود السياحة وعدم وجود تنمية للمبيعات والتسويق، ومفيش فكرة تسويق جديد أو طريقة برا مصر أو جوا مصر. بدأ الحرفي النهاردة إن هو يشوف إيه اللي يكسب سريع ويبعد عن المهنة، رغم إن هو بيتعلم المهنة حبا عن جد وراسة، لأن مهنة تراثية، أو إن هو بيبقى من صغره في قلب المهنة، فبيبتدي يشوف مثلا أقل مهنة بالنسبة له إن هو يشتغل فيها، زي ما بيقول بيبقى حرفي بتتلف إيديه بذهب أو حرير، ويبتدي إن هو يسيب الحرف، والحرف دي بالنسبة لنا دي هويتنا أو تراثنا. أصبح إن إحنا بنهدر الحرف دي، إحنا ما عندناش صناعة في مصر خالص غير صناعة الفلاح أو الحرف التراثية. أغلبية الصناعات كلها إمكانياتها ومكن وتكنولوجيتها كلها بتيجي من بره، ما عندناش أهمية حتى من الوزارات أو من الحكومة للحرف التراثية أو الحرف اليدوية، رغم إن المفروض إحنا ننميها. حتى الحرف نفسه مهدور حقه كصحيا ومعنويا، فتحس إن الحرف رخيص عند الحكومة لكن هو غالي عند ربنا. بدأوا الحرفيين دلوقتي ان هم خلاص يئسوا، يعني من قبل الثورة الحرفي ممكن مثلا يتداس عليه، بعد الثورة محدش قومه، بالعكس. يعني احنا عندنا دلوقتي السيسي حط 200 مليار جنيه في البنك المركزي للحرف الصغيرة. طيب الحرف الصغيرة هتفيد مين؟ في الحرف الصغيرة، الحرف الصغير وصغير جدا ما عندوش عداد باسمه، ما عندوش مكان باسمه، هيبتدي بيها ازاي؟ كارد 5% ماشي حلو كل حاجة، هيشتغل ايه؟ هيتحبس؟ هيبيع فين؟ مين اللي هيسوق له؟ الموضوع المفروض يتفكر اكتر من كده. احنا نبتدي ننمي الحرفي ونشوف الحرفي هيشتغل ازاي، ونحسن جودة المنتج بتاعه عشان نقدر نصدره. لازم يكون في مؤسسة تمسك المنتجات دي كلها، الحرفية دي كلها، وتركيها وتغلفها وتعرف ازاي تصدرها. في قصة طبعا الأميرة إلهامي توفيق أرنارد الدولة توفيق كانت ماشية في باب الخلف هنا، وعجبتها يافطة معمولة بالصدف باسم إبراهيم عزم، فدخلت نزلت اتفرجت طبعا من على الكاريتا على الشغل وكده، فعجبها الموضوع وعجبها الشغل. من هنا بدأت إن هي عملت مكان للحرف التونسية كلها ومدرسة تلم فيها أولاد الشوارع أو اليوتما أو كده، إن هم إيه يتعلموا الحرف التراثية. وكان مكانها في المكان الأمريكان في التحرير، وبدأت إن هي تنمي الحرف دي وخدت أحرف الناس ويشتغلوا فيها ويعلموا الحرفيين. وبدأت أول حاجة عملتها يمكن في النجارة، عملت المكاتب اللي كانت في الكعبة والمدينة إنها تلم فيهم المصاحف، كانت الجائزة بتاعتها إنها كل حرفي من دول كل سنة يطلع حج ويطلع عمرة. بدأ الموضوع كانوا بيعملوه كأرابيسك علب وحاجات صغيرة، عايزة تكبر الموضوع. جابت لهم كرسي من إيطاليا، الكرسي اللي هو طبعا اللي هو ده سمينه احنا كرسي الوالد باشا. جابت الكرسي ده ان هم يقلبوه يدخلوا فيه شغل الارابيسك والعربي والقيمة والاركت والتطعيم. فالحرفيين وصلوا الكرسي بالطريقة دي، فهو ده يمكن اول كرسي اتعمل في المدرسة الإلهامية.